اللي حاصل هو المفروض ما يكونش موجود عشان تبقى دي بيني و... لا لا ما لا ما لا, ما لا هو يعني قصده يعني مش ابني. انا عارف يعني العلاقه دي الى اي مدى هي احنا عارفين الثقه. بعدين ده على فكره يعني قرب من الله خلاص لله الحمد لله الحمد لله يا رب. كانت لعبه فتاحه شخصيه الحقيقه. احنا يعني نعتبره من الاسس اللي مع حضرتك الدراع الاساسيه طبعا مش هنقول دراع يمين لكن دراع كتير يعني ده من زمان يعني انا حاطط عيني عليه وهو لسه واضح. كاسيتك برضه قدم كاسيتك مشير يعني النتيجه ما تتغيرش لان دي اذا حصلت ليس لها من دون الله كاشف. الموجه اللي موجوده موجه اضرام نيران لمن لا يقدر المسؤولية. أنا لا أتمنى هذا ولا أريده ولا أوافق عليه. عايزك تاخد بالك من إن لو حصل ويعني يعني جهة ما حاولت إنها تضرم النار في البلد دي هتبقى مصيبة على البلد وعلينا. هي دي عشان كده عايزك تاخد بالك عشان كده بس خد بالك وخليهم مفيش داعي للحاجات. انا بس انا اقول لحضرتك انه التصرف اللي موجود الشعور اللي موجود شعور تلقائي شعور وليس مخططا. لا ما في تخطيط معلش. النقطه الثانيه هو انعقاد مجلس الشعب. انعقاد مجلس الشعب انا ما اقدرش اعمل معلش انا اصلحك القرار انعقاد مجلس. هل انا اقدر اعمل حاجه دلوقتي في مجلس الشعب؟ حضرتك تقدر. اعمل ايه؟ تلغي. لا انا ما اقدرش الغي القرار. معلش مع احترامي. ليه؟ ليس من سلطتي ان انا الغي القرار. لا هو انت حضرتك اللي اصدرت القرار. مش انا اللي اصدرت القرار. لا قرار. قرار ده قرار محكمه. القرار. لا ده حكم محكمه. لا ده التنفيذ ده حاجه والقرار. بس معلش انا برضه بصالحك ال استمع ليا بس. ما انا استمعت اليك والله كده. اخوك الصغير. الموضوع ده انا غير قادر على بس ما نجيش يوم من الايام بعد يومين ثلاثه اربعه نقول انه احنا ضيعنا فرصه. امال اعمل ايه؟ هو انا هطلع قرار اعمل ايه؟ ما انا هلغي حكم المحكمه. لا انا ما اقدرش اعمل كده معلش مع احترامي. حكم المحكمه هيتطبق يا ستي. انا بقول لحضرتك ولكن هيتطبق بطريقه يتفق عليها في مرحله لاحقه. يعني ايه؟ بقول لحضرتك احنا لو انا اقترحت اقتراح واضح. احنا قدامنا منفذ اثنين ثلاثة. المنفذ الاولاني ان يتلغي القرار ودي مسألة مش سهلة. الحاجة الثانية انه الموضوع يحال الى الفتوى والتشريع ياخد فيه بعض الوقت لغاية ما يقول رأي. يا محمد بيه ده انا طيب مش انا بس وانا لو جمعت دلوقتي المجلس وعرضت عليهم ما فيش حد هيوافق عليهم. الموضوع ده ما مش مفروض. إذا استشعر الناس زي ما أنا بقول إن سدت كل المنافذ. ناس مين؟ الشعب. الناس اللي إحنا عايشين معاهم الناس. والشعب أنتوا برضه ما تاخدوش الفئة من الشعب اللي هي ما تشوفوا الشعب كله بيقول إيه؟ ما إحنا شايفين. اسمع كلامي. ما إحنا شايفين لا الشعب معظم الشعب بيقول كلام تاني. إحنا شايفين. معظم الشعب بيقول كلام تاني خالص. النتيجة إذا تغيرت يا سيادة المشير مين اللي قال انها تتغير؟ سيؤدي هذا انا بقول لحضرتك مش يمكن مش سيؤدي هذا الى حاله من الاضطراب لا نعرف الى اي مدى ستزل غير النتيجه. انا بقول لحضرتك سيؤدي الى اضطرابات ساعتها ولا انا ولا انتم هتقدروا تمنعوها. ستتوجه الاضطرابات الينا ستمثل خطر حقيقي غير 11 فبراير. انا ارصد الواقع لحضرتك.